زي ما احنا متعودين دايما يكون عندنا اخر الاجواء من ارض الملعب. دلوقتي طبعا هينضم لنا زميلتنا روزان نصر من صاله برج العرب بالاسكندريه عشان يعني تطمنا على حال الفريق. اكيد كل الامور سواء عمليات الاحماء سواء كمان اذا كان في اصابات، يعني القائمه الاخيره. اتفضلي يا روزان. برحب بيكي مريم سميح، وبرحب طبعا بضيوفك الكرام يعني نجوم الاستوديو التحليلي، وبرحب كمان بكل مشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان من استاد برج العرب بالاسكندريه. طبعا موجوده معاكم لنقل يعني جيم 2 والمواجهه الثانيه ما بين فريق سله سيدات الاهلي امام سموحه. يعني منذ قليل طبعا انتهت مباراه سبورتنج والجزيره، انتهت طبعا بفوز، يعني كانت مباراه قويه جدا، انتهت بفوز سبورتنج بنتيجه 81-72. خلينا اقول يعني يا مريم النهارده مباراه قويه جدا ما بين النادي الاهلي وسموحه، يعني لكلا الفريقين بصراحه اكيد يعني بيسعوا لتحقيق الفوز، سواء النادي الاهلي طبعا لضمان طبعا تاهله للمباراه النهائيه في فوزه لو فاز النهارده طبعا في المواجهه الثانيه بعد فوزه في المواجهه الاولى امام سموحه، او سموحه طبعا اللي بيسعى كمان لتحقيق النهارده الفوز امام النادي الاهلي لضمان مباراه يعني فاصله قبل التوجه للمباراه النهائيه. خليني كمان يعني اقول ان كابتن طارق خيري المدير الفني لفريق سله سيدات يا مريم يعني منذ قليل طبعا قبل عمليات الإحماء يعني الموجودة خلفي حاليا كان بيدعم وبيشجع الفريق بشكل كبير وقوي جدا، يعني بيعمل طبعا على العامل النفسي يعني قبل العامل البدني، وده الحقيقة للفريق محتاجه أكيد دلوقتي. يعني خليني أقول كمان في المران الختامي يعني شغل أكتر على تركيزهم في كل الجوانب الخططية طبعا لمواجهة الخصم النهاردة. طبعا يعني خليني كمان أقول أنه النهاردة يعني لا قدر الله لو سموحة فاز على النادي الأهلي هيكون في مباراة فاصله قبل المباراه النهائيه يعني، ولكن ان شاء الله يفوز النادي الاهلي ونرجع لك بعد المباراه يا مريم نحتفل احنا والمشاهدين بفوز النادي الاهلي في جيم 2 امام سموحه. نشكرك جدا طبعا زميلتنا العزيزه روزان نصر من صاله برج العرب بالاسكندريه، وقبل دقائق قليله جدا يعني من بدايه مباراه